السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعله خير، هذه الكلمة ربما التي بدأنا نعتاد أن نرددها، بدأنا نتعامل مع الحياة من خلالها، هي مدرسة نبوية، بل هي مدرسة قرآنية. عبر عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعجاز ما آتاه الله تعالى من الكلم المعجز ومن جوامع الكلم، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: إن الله ليحمي عبده المؤمن، إن الله ليحمي عبده المؤمن وهو يحبه كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافون عليه. إن الله ليحمي عبده المؤمن وهو يحبه كما تحمون مريضكم من الطعام والشراب تخافون عليه. الحمية يعني أن المريض يريد شيئا، يحب شيئا، ولكن الطب يقول إن هذا الذي يحبه ويتمناه ويشتهيه المريض هو ضار لجسده، لا ينفع، لا يتناسب مع حالته الصحية. ربنا سبحانه وتعالى يعامل الإنسان كما يعامل الناس من يحبون من المرضى، يمنعونه من أشياء كثيرة، وهكذا يفعل الله عز وجل مع الإنسان، يمنعه من أشياء كثيرة، لأن هذه الأشياء لو نالها الإنسان ستكون ضررا كبيرا، ستكون ضررا محضا. يتمنى الإنسان شيء من المناصب، يتمنى لو أن سفرا تيسر، يتمنى لو أن عملا استقر، يتمنى لو أن زوجة كان موعد الزواج وكان أمر الزواج أقرب، يتمنى لو أن طلاق، ربما طلاق ما كان ما حدث. كل هذه الأمور هي أقدار ينبغي أن يتعامل معها الإنسان بصورة هذا المفهوم الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات التي تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم يترجمها ويعبر عنها ابن عطاء الله السكندري رضي الله تعالى عنه بهذه الصورة التي أرجو أيضا أن نتنبه لدقتها. يقول ابن عطاء الله: ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك، ربما أعطاك فمنعك. إذن قد يكون العطاء على الحقيقة منع من أشياء أخرى، وربما منعك، وهذا المنع هو أحسن عطاء، ولكن الآن أنت في ساعتك هذه لا تتكشف لك الحقائق، فلا تدري أن هذا المنع كان عطاء. ولكن كلام ابن عطاء الله السكندري فيه أيضا معنى تتم لهذا الكلام، ولذلك يقول: ومتى فتح لك باب الفهم في المنع، ومتى فتح لك باب الفهم في المنع صار المنع عين العطاء. إذن إذا فتح الله تعالى لك التأمل والتفكر في فهم سبب المنع، صار المنع عين العطاء. هذا الأمر قد يجري في حادثة ما كبيرة كالطلاق مثلا. الطلاق شيء لا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، يبغضه الله تعالى، وهو أبغض الحلال إلى الله. ولكن ليس الطلاق شرا محضا، وإنما ربما يكون الطلاق نهاية لحياة فيها ضرر أكثر من النفع، وبداية لحياة جديدة، بداية لخير جديد سيكتبه الله عز وجل. ولذلك يا من وقعت في مشكلة الطلاق، يا من وقعت في مشكلة الطلاق، طبعا الطلاق هو من أهم أسباب الإصابة بالأمراض النفسية، من أهم أسباب الإصابة بصدمة نفسية. المجتمع أيضا يعني لا يتعامل مع المطلقة بصورة إيمانية قرآنية، وإنما يزيد من همها، يزيد من شعورها بالابتلاء، كأنه يشعرها أن الدنيا قد انتهت، أن الأبواب قد سدت، أن الموت أهون من الطلاق. وهذا ليس هو المنهج الذي علمنا الله تعالى إياه في القرآن الكريم. في القرآن الكريم
توجد سورة الطلاق، بمعنى أنه أمر يجب أن نتعامل معه بصورة طبيعية، فيه حسنات فيه سيئات. ثم إن الله سبحانه وتعالى يقول وهو يحدثنا عن هذا الأمر، عن أمر الطلاق، يقول الله سبحانه وتعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. إذن بعد محاولة الإصلاح، بعد محاولة ترميم البيت، بعد محاولة الحفاظ على هذه الأسرة التي يجب أن نبذل كل ما بإمكاننا، كل ما بوسعنا من أجل الحفاظ عليها، وصلنا إلى طريق مسدود من عدم الانسجام، عدم التفاهم، عدم القدرة على العيش المشترك. ما الحل؟ الحل: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. هناك حياة فيها سعة. انظروا إلى كلمة الله تعالى: يغني الله كلا من سعته. إذن هناك سعة، سعة سيجعلها الله تعالى للرجل للمرأة. لكن أولا أدخل إلى قلبك، أدخلي إلى قلبك هذا المعنى من فهم أقدار الله عز وجل. ماذا قال ابن عطاء الله السكندري؟ قال: ومتى فتح لك باب الفهم في المنع صار المنع عين العطاء. يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا عليما. طيب، الإمام القرطبي يقول في شرح هذا الكلام أو شرح هذه الكلمات من كتاب الله عز وجل، يقول: أي وإن لم يصطلحا بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله، فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيد الله للرجل امرأة تقر بها عينه، وقد يجعل الله تعالى للمرأة من سعة الرزق ومن الزوج الصالح ما تسعد به. ما الباب إلى هذه السعادة؟ الطلاق. ولذلك نسعى إلى صلاح الأسرة، نسعى إلى دفع هذا البلاء بشكل الأولي، ثم نقول: لعله خير. وعندما ندرك أنه لعله خير، ونستشعر أننا أمام بداية جديدة، وأن الله سيغني كلا من سعته، سنجد أن لعله خير هي باب خير جديد وباب فضل جديد. لعله خير منهج حياة علمنا الله تعالى إياه، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياه. لعله خير، ولقاء متجدد بالخير إن شاء الله. خير والخير بأجمعه في علم الله وحكمته، أدركت أمورا ظاهرها شر والغيب بستراته، لكن الله سيفرجها ويريك عجائب قدراته. ثق أن الله سيكشفها وستعرف لطف عنايته. يسر أو عسر يأتينا كل من جند إرادته. خير والخير بأجمعه في علم الله وحكمته.